هذا ممرض دخل في مجلس رجاجيل شر والحاضرين وقعد وهم عارفين تخصصه، كانوا ساكتين ولا في رجال شر والحاضرين يحرث المجلس يحاول قد ما استطاع يطلع أجمل ما في الرجاجيل من كلام. فشافه توجه له قال يا فلان، قال نعم، قال الحين ما شاء الله أنت عمرك 50 سنة وأكيد مرت عليك مشاكل في المستشفيات وهذا، وش أغرب ما مر عليك؟ قام ويفكر قال والله أنا جابوا لنا مريض كبير في السن ولا أحد يراجعه ولا أحد يزوره، أسبوع الأول أسبوع الثاني قام يجي واحد يزوره ساعتين في اليوم، ينظفه يأكله يشربه، لكن واضح إن عنده عمل، ويطلع به الحديقة ويجيب له كيك ولا يجيب له قهوة وشاي كل يوم هذا ديدن. فيقول قعد حوالي شهرين كاملة أو أكثر أو أقل يطلعه في الشمس ويجيبه. في يوم جي ذاك اليوم بعطيه أنا علاجه، قلت يا عم، قال نعم، قلت هنيئا لك بهالولد، هالولد البار فيك. قال أي ولد؟ قال هل لثلاثة شهور كل يوم يجيك ساعتين وهذا؟ قال هذا مو بولدي، قال هذا مو بولدك. قال شلون؟ قال والله يوم أنا قبل حوالي 25 سنة هذا ولد في حارتنا توفي أبوه يتيم، فصرت أجيه وأعطيه حلاوة إذا شفته يبكي، ولا أعطيه من بسكوت ولا أعطيه شيء، وكل فترة أشوفه يبكي ولا هذا حاول أجبر خاطره، متأثر إن أبوه متوفي ولا عنده والي ولا. وقعدت لي حوالي 3 أو 4 شهور وأنا وياه في هالموضوع، أروح البقالة أشتري له بسكوت شوكولاتة ما أدري إيش، وبعدين جاء من يكفله وخذه معه، وأنا والله ضاق صدري عليه لكني تأكدت إنه في مكان أمان. ومع ذلك صار كل فترة يجي يسأل عني في الحارة ويجي يسلم علي وهذا. جاء وسأل عني قالوا إن الرجل أدخل المستشفى وهالحين صاير يزورني ويجيني. فيوم كان صار يزورني ويجيني ويعطيني أمه هدية ولا شاهي ولا قهوة، فأنا ماني بأبوه ولا أني بواحد يعني لي عليه مثلا ما تقول صلة رحم أو قرابة. فأقول له يا ولدي أنت ليش تسوي بكذا؟ قال والله حلاوتك لا زالت في ثمي، طعم حلاوتك لا زالت في ثمي، والله إني أتغصص فيها وتذوقها واستطعمها كل 10 دقائق، وكل ما ذكرتك ذكرت رأفتك علي وأنا يتيم فاقد الأب، وأنت تجي من بدها العالم كله وتعطيني الحلاوة، ولا تجيني توديني البيت ولا توديني المسجد ولا ترأف حالي، ما أدري شو أسوي لك. شيء بسيط حلاوة. فيقول حلاوتك والله أنها في ثمي إلى الآن، ولا ألحق جزء واحد في المليون، ولو ما عندي وظيفة، هو على فكرة مهندس ظاهر، ولو ما عندي وظيفة والله إني لواصل معاك في 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 هالمستشفى. فيا أخوان هذه القصة، رجل عمل شيء ما كان يرجو من شيء، ما كان يرجو، يتيم أعطاه حلاوة ولا مثلا قال له كلمة حلوة ولا ربت على رأسه ولا، وهذا دين ترى عندنا، هذا دين. شوف هذا شلون ردت فعله له، وخلق معه فعله إلى يوم القيامة، يقول حلاوتي لا زالت في ثمي. فما بالك وحنا نشوف الأيتام الآن على يميننا وعلى يسارنا، يا أخي والله العظيم إنها نعم، نعم معطاه لنا، ب10 ريال ب20 ريال ب50 ريال تكفي اليتيم. وإلى متى يا أبو عبد المحسن والإخوان؟ إلى متى؟ إلى يوم القيامة. ما يظهر منه من خير ومن عيال ومن أسرة ومن زوجة ومن صرف ومن كل شيء أنت سبب فيه. أنتم قاعدين تشوفون الآن على المراكي كل واحد قاعد على مركاه وهذا، الله يجزاكم خير. أنا ما أمركم لنفسي ترى، ولا أمركم للبرنامج، أنا أمرك لنفسك، أنا بالشيء لك أنت، أنا ترى دالك على خير، أنا رجل أبين لك أنك دفعت كل هالخمسين ولا المئة ريال لهالوقف هذا لك أنت مو لي، أنا ما أستفيد من شيء. أنا ربما أن الله سبحانه وتعالى يحقق لي نفس الخير يحققك بطلبي لك الشيء هذا، لا تقول لي اني يمكنني انا اسوي، انت ما تدري يمكنني ما اسوي، لكني انا رساله محبه لك، بدل ما انت قاعد على المركز صلح جلستك وادخل على الجوال وادفع 100 ريال وشف، بتشوفها بركه في عيالك، بركه في زوجتك، بركه في ابنائك، بل ممكن تثوبها لابوك اللي متوفي لو يرجع قال الله يجزاك خير تصدق عني يا ولدي 50 ريال 100 ريال يا اخي، نجيب الهمبرجر ونجيب من هالمطاعم ب 200 300 ريال يمكن نصها ما ناكلها، خل 50 ريال مخصصة لهالأيتام. أنا أشدكم بالله من خلال هالبرنامج لا تبخلون على أنفسكم، شفها في بوبك كنت محتاجها،
لو طلعت يمكن وبنشر عليك خسرت 200 ريال، عدها يا رجال بنشر، عدها على قولة القائل هذا خير لك. أسأل الله العلي أن ينفع بالقصة وجزاكم الله عني كل خير. أنا ودي نحن الآن حنا كأشخاص وأسأل الله يعني يمدنا بطول العمر على الطاعة. لو هوجسنا في أبنائنا الآن، لو الله عز وجل قدر الله أن رحلنا من هالدنيا، وش تتمنى لأبنائك؟ صحيح الصلاح ومشرع الخير، تتمنى لهم الصلاح والعيشة الزينة ولا لا؟ توفيق صحيح. ودك أنهم يأكلون صح ويشربون صح ويتعلمون صح ويصير في تربيتهم صح ولا لا؟ إن الله يسخر لهم وإن الله يسخر لهم وإن هذا اللي بتتمناه أنت كأب وتتمناه الأم. مثل هالوقف هذا رتب لك هالمسألة. شلون؟ بمجرد أنك تبذل هالمال في هالوقف يصل لليتيم، وبالتالي كل هالأشياء اللي يتمناها كل أب لابنه أنت أوصلتها له، فالأب يعني وجد من يكفل أبنائه. هذه ناحية. فيها ميزة ثانية غريبة يا جماعة الخير وعجيبة حقيقة. في قصة أبو عبد العزيز الرجل كان يعطيه حلاوة ولا لا؟ صحيح. فكان لها أثر، بينما أنا لما أدفعها ما درى عني اليتيم. صحيح. فالعطايا بتكون من من؟ من رب اليتيم، من خالق اليتيم. الله أكبر. صحيح. تخيلوا ماذا سيكون عطاء الله عز وجل لك. لا شك أنه بيكون أعلى وأعظم وأجمل وأجزل وأروع، ولا يعني الوصف يقف يعني عاجز أمامه. فنقول لا تبخلون على أنفسكم، انطلقوا، وأسأل الله أن يجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم آمين. بتقول شيء يا أبو حسان؟ نعم. الله عز وجل علمنا إذا وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فش يسوون؟ فليتقوا الله. ومن التقوى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر التجار تصدقوا، يا معشر التجار، يا التجار، كان ينادي عليه الصلاة والسلام نداء للتجار: يا معشر التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. فمن أعظم ما يبارك الله به في المال هو الإنفاق. فيعلمنا ربي وش يسوي لو خاف عليه، إنه يتق الله. ومن التقوى أن تنفق بنية صلاح أبنائك وبنية حفظ أبنائك وبنية هدايتهم وبنية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنها تقيك وتقي من أعطيتهم النية، إن الصدقة تقي صاحبها مصارع السوء والآفات والهلكات. فكيف يكون ظلك يوم القيامة؟ في هذه الصدقة. المرء في ظل، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: المرء في ظل صدقته. هذه الشمس اللي ما بينك وبينها إلا ميل، هذه تدخل هذه الصدقة فتحجب عنك الشمس وتحجب عنك شدة يوم القيامة. في هذه الصدقة التي تقدمها لله سبحانه وتعالى، الله يتقبلها منا ومنكم. آمين آمين آمين. يقول عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار. فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. وهذا حديث حسن صحيح اللي ذكرته قبل قليل، بس عشان نبين الحديث ما هو.